السلام عليكم يا شمسين، تعالى نبتدي النهارده الريفيجن السابع خلاص، اللي هو بيتكلم على جزء السكند اوردر اللي هو كان على الستيب ريسبونس اوف البارر ار ال سي. هنبتدي النهارده يا شمسين ان شاء الله ناخد البارر برضو ار ال سي بس في حاله الستيب ريسبونس. معنى كده يا باشمهندس ان في المرحله الثانيه هتبقى الار والال والسي هيبقوا توازي ومعاهم مصدر. الفرق هنا بين النيتشر والستيب ان هيبقى في مصدر في المرحله الثانيه. نفس الحوار ونفس الطريقة خلاص، هنبتدي الأول ناخد القوانين العامة خلاص، بعد كده نبتدي ناخد القوانين وهي برضو بنفس طريقة الحل. احنا دايما واحنا ماشيين مع بعض كده هنبتدي نربط الطريقة اللي احنا بناخدها دلوقتي باللي فات خلاص بالسكند اوردر. فاحنا اما نيجي نخش ان شاء الله في السيريز ار ال سي هنربطه برضو، هنديك القوانين العامة اللي تنفع في التلاتة. خلي بالك في الامتحان من دي من اسهل المسائل اللي فعلا مضمونه في الامتحان، هي ما يبقاش فيها فكر، يعني انت بتبقاش خطوات معينه عارفها هتعملها هتقعد درجه خلاص. المشكله بيقابلك مشكلتين في السؤال بتاع السكند اوردر، اللي هو السؤال النظري لو انت مذاكر النظري بيبقى بيجيلك اثبات بتعرف تعمله مفيش مشكله فيه. الجزئيه الثانيه اللي بيجيلك في المساله بتاع الامتحان الرسم، لازم يجيلك درو ولا كرس، غالبيه المسائل بتيجي عليها رسم خلاص. وطبعا دي مش مشكلة، انا كده كده في السكشن والريفيجن اللي رافعهم لك يعني حلك المشكلة دي في رسم وفي حاجات، فانت ايه المفروض تكون عارف ازاي ترسم. تعالى يا باشمهندس القوانين العامة برضو هنا برضو يا باشمهندس لو احنا جينا نطبق في المرحلة التانية خلاص، احنا دلوقتي اهم حاجة عندي المرحلة التانية عند التايم اكبر من الصفر. في المرحلة التانية وليكن هنفترض ان انا عندي رسمة زي اللي قدامك دي والسويتش خلاص، السويتش ده هيبقى اوبن، يعني معنى كده ان المصدر ده بيغذي الار والال والسي. لو انا كده اطبق كيرشوف عند اي نقطه هتلاحظ يا باشمهندس ان مجموع تيار الملف والمقاومه والمكثف الثلاثه دول خلاص مجموعهم بيساوي التيار اللي هو اي. ليه يا باشمهندس؟ لان دول لو جيت اطبق عند اي نقطه هتلاقي ان ده داخل والثلاثه التانيين خارجين. فانت ازاي هنا في القانون كان هناك التيار ده كان بصفر لان كان في المرحله الثانيه في النيتشرال ما كانش فيه مصدر في المرحله الثانيه، فكانت اللي ناحيه اليمين ده كان بصفر. هنا مش هيفرق معاك برضو، انت هنا عارف برضو ان التيار اللي داخل بيساوي مجموع الخارجين، فانت عارف ان الاي سي زائد الاي ال زائد الاي ار بتساوي الاي. القانون ده مهم جدا خلاص لان ده اللي احنا بنقدر نستخدمه في الكونستانت اللي هي الاي 1 والاي 2 البي 1 والبي 2 الدي 1 والدي 2، هم دول اللي بنشتك منهم القوانين بتاعتنا خلاص. فالقانون ده مهم جدا. بعد كده طبعا نفس القوانين ما فيهاش اختلاف برضو ان التيار بتاع المكثف هو السي في الدي في على الدي تي، ده انت عارفها. الجهد طبعا انت هتلاحظ ان التلات جهود واحد، الجهد اللي على المقاومه نفسه جهد الملف نفسه جهد المكثف، فجهد الملف هو بيساوي برضو ال في الدي اي على الدي تي. لو انت جيت على المقاومه لو انت قسمت الجهد على المقاومه يديك التيار، فانت عارف ان الفي على الار يديك التيار او الاي في الار يديك الجهد. انا عاوزك برضه الحته اللي انا كنت قايل لك عليها المره اللي فاتت، لو انت معاك الفي بتساوي ال في الدي اي على الدي تي ومعاك الجهد عاوز تجيب التيار ممكن تكامل ان الاي بيساوي 1 على ال من صفر لتي في اوف تي تي زائد الاي نود. التكامل هنا ما يفضلش غير في حاله بس اللي انت ممكن تكامل فيها في حاله الاوفر دامبد. ليه يا باشمهندس الاوفر دامبد؟ لان تكامل اكسبوننشال بيبقى سهل، لان اي 1 اي اس 1 تي زائد اي 2 اي اس 2 دي تي تكاملها سهل. لكن الاندر دامبد والكريتيكال هيقابلك فيها مشكله، هتضطر بقى هنا التكامل بالتجزيء. فالتكامل ده تتجنبه في الاندر والكريتيكال. وده بيحصل لك امتى؟ لو انت جبت الجهد الاول، يعني انت لو جبت الجهد الاول بعد كده هو طالب تيار الملف، فانت هتضطر هنا ان انت تكامل او تتبع اي طريقه تانية. الطريقه التانية خلاص انت لو معاك تيار الملف خلاص، لو هو عاوز تيار الملف انت معاك الجهد خلاص، لو احنا افترضنا ان انت معاك الجهد هتقسم الجهد على المقاومه تقدر تجيب تيار المقاومه، يعني الاي ار ده معاك، الاي ار هيبقى معاك وطبعا تيار المصدر معاك. طيب المكثف يا باشمهندس، المكثف هو تياره السي في الدي في على الدي تي، فانت هنا تقدر تجيب تيار المكثف. هيبقى لك اللي مجهول هنا هو الوحيد هو الاي ال، تقدر تجيب الاي ال من المعادله دي. في سكه تانية ان انت تجيب الاي ال مباشره، وهنبتدي دلوقتي نديك القوانين وهعرفك ان القوانين بتاع الستيب ريسبونس ما بتختلفش عن القوانين اللي فاتت خلاص. فانت عاوز تتعامل بذكاء في الامتحان وما تديش تتلخبط في الامتحان. احنا اما جينا نثبت القوانين بتاع الستيب ريسبونس قلنا ان احنا هنتعامل مع الديفولت. الديفولت هنا بيتعامل مع التيار ولا الجهد،
الناس اللي ذاكرت السكشن الديفولت هنا بيتعامل مع ايه؟ المفروض احسب ايه الاول؟ الجهد. زي ما بشانس بيقول المفروض نحسب التيار وليس الجهد. خلاص، القوانين المثبته بالتيار. الجهد في حاله النيتشرال، ليه يا باشمهندس؟ قلنا النيتشرال يعني الطبيعي، الطبيعي ان الجهد على الثلاثه بيساوي بعض، فالطبيعي هناك هنحسب الجهد الاول، لكن هنا العكس هيبقى التيار، تيار الملف. طيب انا هنا يلزمني طبعا المعلومه دي تلزمك عشان الاثبات، لان بيجي لك اثباتات في الامتحان، تعرف انت هتوصل لايه في الاخر، معادله ايه هتوصل، لمعادله التيار. لو انت هتثبت هنا بنثبت التيار. طب انا لما اجي احل في الامتحان لازم اتعامل مع التيار؟ لا، احنا قلنا هنتعامل مع حاجتين ودول اساسيين هنثبته. ممكن تجيب الجهد مباشره اللي هو الجهد المكثف او تيار الملف، هم دول اللي ايه الحاجات السهله اللي انت تقدر تجيبهم مباشره. فلو طلب اي حاجه منهم تقدر تجيبهم مباشره. اي حاجه تانية لا، يفضل ان انت تجيب الديفولت الاول. الديفولت طبعا في حاله الستيب ريسبونس هو التيار، فلو طلب اي حاجه تانية تجيب تيار الملف الاول. طيب لو طلب جهد المكثف، لا اقدر اجيب جهد المكثف على طول، وعلى فكره اقدر اجيب اي حاجه على طول، بس عاوز واحد يبقى ماهر شويه. تعالى يا باشمهندس بس عشان ما نطولش، في الستيب ريسبونس نفس الخطوات. اول حاجه بروح اجيب القيم الانيشال بتاعتي، بجيب الانيشال كونديشن اللي هي عند التايم اقل من الصفر، واروح اقول له ان قبل بعد يساوي قبل، فبجيب الفي نود والاي نود. بس يا باشمهندس قال لك لا، ساعه ما تشوف كلمه ستيب ريسبونس سواء هنا او حتى في السيريز، خلي بالك هنا او في السيريز، ساعه ما تشوف كلمه ستيب ريسبونس دي حاجه ازليه، بتروح يا باشمهندس بتجيب الحاجه اللي انت هتحسبها. انت عاوز توصل، هتجيب معادله جهد، عاوز تجيب معادله جهد، يبقى تجيب الجهد بتاعها عند الما لا نهايه. لو عاوز تحسب تيار اي ال اوف تي مثلا، تيار الملف، تبقى تروح تجيب التيار بتاع الملف عند الما لا نهايه. طب ده بيجي ازاي يا باشمهندس؟ بيجي عند التايم اكبر من الصفر، خلاص عند لحظه معينه ان التايم بيساوي ما لا نهايه، بتروح تجيب التيار او الجهد لو انت شغال على معادله ايه اللي هتوصل لها في الاخر. لو انت هتوصل لمعادله الجهد بتجيب الجهد، لو انت هتوصل لمعادله التيار بتجيب التيار. طيب يا باشمهندس عند التايم بيساوي ما لا نهايه، انا بستفيد حاجه؟ عند التايم ما لا نهايه هي نفسها عند التايم اقل من الصفر، ان الملف بيبقى شورت والمكثف اوبن. تحسب تيار الملف لو هو مطلوب، وتحسب جهد المكثف لو هو مطلوب عند ما لا نهايه. بتقول له كده لو انت عاوز مثلا هتوصل لتيار الملف مثلا، تقول له اي ال عند ما لا نهايه، وخلي بالك هنا هنرمز لها بالرمز اي، خلاص، او لها رمز تاني ممكن تقول له اي اف. التلاتة صح، يعني ممكن تقول له ان الاي اف بتساوي، طبعا هتخلي ده شورت سيركت والمكثف اوم، وتروح تجيب التيار، طبعا هيبقى هو تيار المصدر في الحاله بتاعتنا دي. فاما ان انت تقول له هي الاي ال عند ما لا نهايه، او الاي او الاي اف، اي واحده فيهم الرمز ده صح. وكذلك الفي بتاع المكثف لو انت اللي هتحسبها عند ما لا نهايه، خلاص بتساوي الجهد، ممكن تعمله رمز في بس، او في عند ما لا نهايه. طبعا في الحاله بتاعتي دي خلي بالك، او في المعادلات بتاع البرر دايما هتلاقي المكثف اصلا توازي مع شورت سيركت، فدايما الجهد ده هيبقى بصفر، دايما الجهد ده بتاع الجهود هيبقى بصفر، وده اللي انت هتلاحظه. لكن لو انت هتجيب تيار الملف هتلاحظ ان هو فعلا هيبقى تيار المصدر، وغالبيه المسائل هتبقى كده. تعالى هنحتك بالحوار ده ليه، هنحتاج ليه يا باشمهندس؟ انت محتاج التيار عند الما لا نهايه، والجهد عند او الجهد عند الما لا نهايه حسب انا شغال ايه، دي الزياده عشان المعادلات بتاعتي محتاجه الحاجات دي. تعالى هنشوفها دلوقتي. يبقى دي اول زياده ما بين الستيب والنيتشر، ان انت هتحسب التيار او الجهد عند ما لا نهايه بتاع الحاجه اللي انت عاوزها، اللي هي المعادله كداله في التايم، سواء الاي ال كداله في التايم او الجهد كداله في التايم. دي اول معلومه زياده عندك. تاني حاجه يا باشمهندس، وده المفروض ان انت اصلا تعملها عند التايم اكبر من الصفر، ده اول حاجه تعملها المفروض عند التايم اكبر من الصفر. اعمل ايه؟ ان انا اروح اظبط المعادله بتاعتي، اظبط الدايره عند التايم اكبر من الصفر، اظبط الدايره. المفروض دي كنت قلتها لك المره اللي فاتت برضه، ان انا اظبط الدايره. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ ان هو بيجي فيه عند التايم اكبر من الصفر بتلاقي الدايره بتاعتك فيها مجموعه مقاومات توالي وتوازي، يعني ما تلاقيش مقاومه واحده، لا لازم اخليها مقاومه واحده. ولو عندك مجموعه ملفات لازم اخليها ملف واحد، ولو عندي مجموعه مكثفات لازم اخليها مكثف واحد، خلاص. فلو انت عندك كذا مقاومه بظبطهم بخليهم مقاومه واحده، هو فعلا بيديك التحليل اللي انت تقدر تخليهم مقاومه واحده، خلاص. فالمفروض ان انا اظبط الدايره بشكل انا عارفه، اما بارلل او سيريز. دي اول حاجه بتقابلك فيها مشكله، ممكن المشكله وغالبا بتبقى في المقاومات. تاني مشكله ان هو ما بيدكش المكثف مع مصدر التيار دول كده توازي مع بعض. لو انت شغال مثلا برر ممكن يديك ملف مع المقاومه توازي، ويجي على معلش الملف مع المكثف دول مع بعض يحطهم لك توازي، ويضحك عليك هنا يجي حاطط لك المقاومه مع مصدر جهد توالي مع بعض،
تحولهم لمصدر تيار مع مقاومة توازي. المهم تخليه شكل معروف بالنسبة لك، إما RLC سيريز توالي مع بعض أو توازي مع بعض. خلاص، غالبا بتستخدم طريقة تحويل المصادر. خلاص، إن أنت بتحول من مصدر جهد لمقاومة توالي لمصدر تيار ومقاومة توازي. بعد ما بتظبط، المفروض أنت بتظبط الدايرة، المفروض أصلا عند التايم أكبر من صفر بتظبط الدايرة قبل ما تجيب الحاجات الانيشال دي. المفروض أنت بتظبط الدايرة، المفروض دي تبقى فوق. المفروض إن أنا بظبط الدايرة الأول، بعد كده بجيب الانيشال، بعد يبقى كده بجيب سواء الجهد أو التيار على حسب أنت محتاج مين، عند التايم بيساوي ما لا نهاية، اللي طبعا ده كله عند التايم أكبر من الصفر. خلي بالك الحاجات كلها دي بتحسبها عند التايم أكبر من الصفر. خلاص، بعد كده يا باشمهندس بروح اجيب الالفا والاوميجا نود. بجيب الالفا، خلاص طبعا في حاله البرر الثابته هي 1 على 2 ار سي، بجيب الاوميجا نود هي 1 على جذر ال سي. وخلي بالك احنا قلنا الاوميجا نود دي يا باشمهندس ما تنساش ان الاوميجا نود دي بنسميها النيتشرال فريكوانسي. خلاص، عشان الحته دي مهمه قوي وممكن تجيلك في الامتحان. دي اسمها الان دام بالنيتشرال فريكوانسي او النيتشرال فريكوانسي بس، عشان ساعات بيجي في الامتحان يقول لك الاوميجا نود دي بتعتمد على ايه؟ بيقول لك النيتشرال فريكوانسي ديبند اون، هتقول له على ال والسي. النشا فريكوانسي ده اصلا يعني هو الطبيعي بيطلق على اربع حاجات بس، هو الدكتور قال لك هنتعامل مع حاجه واحده بس منهم. النشا فريكوانسي ده بيطلق على اربع حاجات، بيطلق على الاس 1 اس 2 على الاوميجا نود على الالفا، على الاوميجا نود على الاوميجا دي، معلش اس 1 اس 2 اوميجا نود اوميجا دي اللي هي الدمب النشا فريكوانسي. فهو الاربعه دول بيطلق عليهم النشا فريكوانسي. خلاص، بس كل واحد ليه مسمى خاص بيه. اما جه الدكتور قال لك في المحاضرة قال لك لا، النيتشر فريكوانسي ده لو جيت لك في الامتحان تعرف ان انا قصدي على الاوميجا نود وليس اي حاجة تانية. خلاص، يبقى انت لو جه في الامتحان كلمة نيتشر فريكوانسي هنثبتها نيتشر فريكوانسي بس، قصدي على الاوميجا نود. الحتة دي مهمة قوي عشان النظر. طيب انا جبت الالفا، جبت الاوميجا نود، هروح احكم. خلاص، عرفت ان هو اوفر اكتب المعادلة، عرفت ان هو اندر اكتب المعادلة، عرفت ان هو كريتيكال هكتب المعادلة. بعد كده يا باشمهندس المعادلة بتاعتك اكتبها ازاي؟ قال لك يا باشمهندس المعادلات هي نفسها المعادلات بتاع النيتشر، مفيش اختلاف، وعلى فكره هتبقى نفسها بتاع السيريز. هو الاختلاف كله ان انا في الستيب ريسبونس، ساعه ما اشوف الستيب ريسبونس ده ايه، هضيف حته واحده بس. لو انا بحسب تيار الملف هضيف التيار عند الملا نهائي. لو انا بحسب جهد المكثف بضيف ان جهد عند الملا نهائي. زائد بقى لو انا معادله الاوفر او معادله الاندر اللي انا حافظها اللي هي A1 E اس 1 تي زائد A2 E اس 2 تي، يبقى هي الزياده في الحته دي. وغالبا التيار ده هيبقى تيار المصدر، والجهد هنا في الحاله دي في حاله البرر هيبقى بصفر، وده اللي احنا هنشوفه. ليه يا باشمهندس؟ لان بيقول لك الملف ده هيبقى شورت سيركت عند الملا نهايه، عند التايم اكبر من الصفر ده هيبقى شورت سيركت، ده اوبن. فما تيجي تجيب جهد المكثف هتلاقيه على الشورت سيركت هتلاقيه بصفر، فانت غالبا هتلاقي الجهد ده بصفر. خلاص، طب والتيار يا باشمهندس؟ التيار برضه غالبا هيبقى تيار المصدر، لان التيار كله هيمشي في الشورت سيركت. خلاص، فالاثنين دول بيبقوا معروفين وبيجوا بسهوله، ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لك. خلاص، زائد طبعا دي بيقول لك زائد الداله النيتشر ريسبونس، زي اللي احنا كنا نفس معادله النيتشر ريسبونس في الاوفر والاندر كريتيك، هي فعلا هتبقى نفسها. طب تعالى ناخد كده واحده واحده عشان الناس ما تتوهش مني. دي خلي بالك اسمها جنرال سوليوشن في حاله الستيب ريسبونس. طيب تعالى يا باشمهندس كده، لو احنا لقينا الالفا اكبر من الاوميجا نوت هنقول اوفر دامب، نروح نكتب معادله الاوفر دامب سواء للملف او للجهد المكثف. يعني نقول مثلا الاول هنبتدي بتيار الملف عشان ده الديفولت طبيعي، يعني المفروض بنحسبه. هنقول بيساوي الاي، عاوز تسميها بقى اي، اي عند ما لا نهايه، اي اف زمان قلت لك لها ثلاث مسميات هنسميها اي زي الدكتور. بعد كده هتقول له اي 1 اي اس 1 تي زائد اي 2 اس 2 تي، عاوز تسميها اي 2 داش اي 1 داش مفيش مشكله، عاوز تسميها اي 1 مفيش مشكله. المهم لو انت ثابت، لو انت مثلا كنت حاسب التيار الملف وبعد كده عاوز تحسب الجهد، ما ينفعش تستخدم نفس الثابتين. يعني لو انت هتستخدم نفس طبعا ادام الدايره اوفر دامبت كل حاجه فيها تبقى اوفر دامب، التيار وجهود الدايره كلها هتبقى اوفر دامب. طب انا حسبت التيار ورحت عاوز احسب الجهد مباشره برضه، ما تجيش تستخدم نفس الرمزين، ما تقولش ايه واحد وايه اتنين بتوع الجهد هما نفسهم بتوع التيار، لا ده غلط. سمي واحده ايه واحد وايه اتنين والتاني ايه واحد داش والتاني وايه اتنين داش، عاوز تسميهم ايه وبي مفيش اي مشكله. المهم الثوابت، لو انت هتحسب بالثوابت مباشره او بالمعادلات المباشره حاول ان انت تغير الثوابت. خلاص، لان الدكتور هيقول لك ده غلط. طبعا زي ما انت ملاحظ مفيش اختلاف بين المعادله دي والمعادله بتاع النيتشرال، هو كل اختلاف اللي هو زود الحته دي بس اللي هي الاي دي. خلاص، اللي هي دي التيار عند الملا نهائي، وده هنحسبه ما فيهوش اي مشكله. طيب انا يا باشمهندس اول حاجه المفروض الاس 1 والاس 2 نفس القوانين ما فيهاش اي اختلاف،
سالب الفا زائد او ناقص جذر الفا تربيع ناقص لما جنون تربيع، انت ما فيش اختلاف الاس واحد بس. هو بس الاختلاف هيبتدي من اول حساب ال A1 و ال A2 اللي هي الاربيتر كونستانت اللي معتمد على الانيشال كونديشن. بنفس الطريقه برضه، بس خلي بالك ركز قوي في المعادلات بقى هنا عشان تعرف ايه الفرق. لو انا عوضت عن التايم هنا بصفر هتلاحظ ان الاي دي خلاص هي قيمه ثابته 50 او 60، فهي موجوده معايا، زائد A1 يقص صفر بواحد، يقص 2 تي برضه بواحد، يقص صفر بواحد، هيطلع لي المعادله بالشكل ده. هي نفس المعادله هناك بس كل الاختلاف في الاي دي متضاف، هو ده الاختلاف. خلاص هتظهر لك برضه الاي هنا خلاص. وطبعا انت ادام انت جبت المعادله دي تقدر تعوض عن الصفر وتقدر تعرف شكلها يطلع ازاي فعلا. خلاص فانت عوضت اي ال اوف صفر اللي هي الاي نون معاك، والاي دي هتبقى معاك ايه، واحد داش زائد اتنين داش. تاني معادله معاك ان انت تشتق، احنا قلنا الدي اي على الدي تي. خلاص لو انا اشتقت المعادله اللي قدامك دي، طبعا دي ميزه هنا بقى ان انا ما اجي اشتق الثابت بصفر، اشتقت الثابت بصفر فالاي هنا مش هتظهر، هتديك المعادله دي دايما معادله المشتق المشتقه هتبقى زي الناتشرال بالظبط. ليه يا باشمهندس؟ لانك لما تيجي تشتق هتلاحظ ان هنا الاس 1 تنزل، طبعا الاي دي هتبقى بصفر، اس 1 اي 1 زائد اس 2 اي 2، وطبعا اي اس 0 ب 1، فيديك المعادله دي وهي نفسها اللي هناك اللي انت اصلا واخدها هناك. طيب هي برضو الطرف اليمين ده هيبقى نفسه هناك؟ اه هيبقى نفسه، بس في بعض الحالات بيختلف. خلي بالك اهم حته بقى، الطرف اليمين ده اللي هيبقى فيه مشكله. الطرف اليمين ده خلاص انت حافظ ان جهد الملف هو ال في الدي اي على الدي تي. خلاص فالدي اي على الدي تي هتساوي الجهد على ال، طبعا الجهد عند التايم بيساوي صفر اللي هو الفي نود، فالفي نود ده هيبقى معاك اللي هو الفي نود على ال. خلاص فهنا ما فيهوش مشكله، لكن لو انت بتحسب زي ما انا هحسبك دلوقتي، لو انت بتحسب على الجهد المكثف لا هيبقى فيها مشكله. خلاص فتتعامل بمرونه، خليك ما تحفظ، حاول ان انت المعادله دي لو جبتها تقدر تشتق الاثنين اللي تحت دول عادي، ما فيش اي مشكله بالنسبه لك، ممكن تجيبهم بمجرد النظر لان ما فيهمش مشكله. طب تعالى يا باشمهندس، لو انا حبيت اجيب الجهد، لو انا حبيت اكتب معادله الجهد هتبقى شكلها ايه؟ معادله الجهد بكل بساطه هتبقى نفس المعادله اللي فوق دي. لو انا هتعامل مع جهد المكثف طبعا هقول له الفي اوف تي، برضه الجهد المكثف الفي اوف تي هقول له بتساوي الجهد عند الملا نهايه اللي هي الفي بس، زائد نفس المعادله بالظبط ايه واحد. خلاص هتبقى ايه واحد الجزء ده بس اللي هناخده اللي هو ده، هناخد الايه واحد اي اس واحد تي زائد اي اتنين اي اس اتنين تي. خلاص يا باشمهندس هتبقى نفس الجزء ده. طيب الجهد يا باشمهندس بتاع المكثف هيبقى غالبا بصفر، هو يعني في بعض الحالات الا لو اخترع حاجه ما نعرفهاش بقى هيبقى بحاجه تانية، لكن ده غالبا بيبقى بزيرو اصلا. خلاص ده غالبا هيبقى بزيرو. ليه يا باشمهندس؟ لان عند الملا نهايه زي ما انا قايل لك الملف في شورت سيركت، فالمكثف هيبقى اوبن، هيبقى باصص على الشورت سيركت، يبقى جهده بصفر، فغالبا ده هيبقى بزيرو شيء موجود. طيب اما نيجي نجيب المعادلات بتاعتنا، هتبقى الفي عند الصفر هتساوي برضو نفس الحوار نفس البتاع ده، هيبقى هنا بس هنا الجهد وهنا الفي نود. طبعا الجهد هنا انت عارف ان هو بصفر، مش عاوز تحطه ما تحطوش مفيش مشكله، يبقى الفي نود بتساوي ال A1 زائد A2. طيب لو انا حبيت بقى اكتب المعادله بتاعت دي في على الدي تي، هو الاصل بتاعنا المعادلات اللي انت حافظها لو هتيجي مباشره ماشي، مش هتيجي مباشره تستخدم ده. طيب تعالى ما نشوف كده تيجي مباشره ولا لا. انا حافظ ان تيار المكثف اللي هو الاي سي بتساوي السي في الدي في على الدي تي، يبقى الاي سي على السي دي هي نفسها الدي في على الدي تي. طبعا معلش عشان تسيب برضه الاس 1 والاي 1 الاشتقاق هيبقى نفسه، مفيش اي مشكله فيه، دي مش هيبقى فيها مشكله. خلاص الاس 1 اي 1 زائد اس 2 اي 2، طبعا انت لو اشتقيت المعادله هي نفسها مفيش اي مشكله، الثابت هيبقى بصفر وهتشتق تبقى اس 1 اي 1 وتعوض بصفر اس 2 اي 2، ما فيهاش اي مشكله. المشكله انا في الطرف اليمين ده، انا دلوقتي قلت ان تيار المكثف انا حافظ ان هو الاي سي بيساوي السي في الدي في على الدي تي، وانا عاوز الدي في على الدي تي، يبقى هي بتساوي الاي سي على السي. طيب الاي سي هنا يا باشمهندس قانونها ايه بقى؟ الاي سي تيجي من هنا بقى، اما ان انت تروح تجيبها عند الصفر من الدايره مباشره، وده هعملها لك في بعض المسائل، تجيبها من هنا تجيب الاي سي عند الصفر، يبقى انت معاك التيار عند الصفر، معاك الاي نود ومعاك الفي نود، تقدر ترسم الدايره وتتعامل عادي خالص وتقدر تجيب الاي سي، او ان انت عن طريق القانون اللي انت حافظه اللي هو ايه بقى. لو انا حبيت اجيب الاي سي في طرف هعدي اتنين تانيين دول في طرف. انا عاوزك تلاحظ اول حته دي بقى، هيبقى معاك القانون هنا عباره عن ايه بقى، هيبقى واحد على السي بره، ونبتدي نعوض عن الاي سي. الاي سي بتساوي سالب الاي ال،
هروح اقول له سالب الاي ال اللي انا بالنسبه لي هتبقى اسمها الاي نوت، سالب الاي ار، الاي ار بالنسبه لي هي الفي على الار اللي هي برضو الفي نود على الار، زي ما انت حافظها في النيتشورال بالظبط. بس في هنا اختلاف بقى، ان في الطرف اليمين ده في اي، يبقى هنا هيبقى زائد، اوعى تنسى دي زائد اي. وخلي بالك في بعض المسائل بتختلف، ممكن تطلع بالسالب، يعني اوعى دي ما تضمنهاش، دي في بعض المسائل بتطلع سالب، يعني مش شرط تبقى موجب، على حسب اتجاه التيارات ده اهي والمصدر. انت بتطبق كيرشوف وتشوف، ممكن فعلا يطلع لك الاربعه مجموعين على بعض، على فكره ممكن يطلع الاربع تيارات بالفرد اللي هو فرضه، ممكن يفرض لك التيار يبقى كده اهو خلاص، وفرض التيارات دي كده، يطلع الاربعه مجموعين، تطلع الاي دي بالسالب. بيحصل في مسائل، في مسائل مديها لك في الريفيجن هتبقى كده، اللي هو فرض الاربع تيارات، التيارات اللي هو فرضها مع تيار المصدر اللي تحت، يطلع لك دي بالسالب خلاص. فتتركز قوي في الحته دي عشان ده ممكن يطلع لك بالسالب. فهنا يا باشمهندس لو على الحاله الطبيعيه بتاعتي دي هيبقى ده موجب خلاص. فده الشكل بتاعه، معايا الاي نود، معايا الفي نود، معايا الاي عند الما لا نهايه كمان اللي هي دي، ده تيار او تيار المصدر، ده تيار المصدر في الحاله دي، معلش ده تيار المصدر خلاص، هو هيبقى نفس التيار عند الما لا نهايه ماشي، على واحد على السي. طبعا في الحاله بتاعتي ده القصد هنا، ده تيار المصدر خلاص، ده تيار المصدر خلاص. عشان سين حد عنده هنا مشكله، جبت المعادلتين، تحل المعادلتين مع بعض. حد عنده هنا مشكله في الاوفر دامبد، انت ممكن تحسب اي حاجه مباشره بنفس الطريقه كده، ان انت تجيب عند التايم بيساوي صفر خلاص، تعوض عند التايم بيساوي صفر وتشتق وتعوض عند التايم بيساوي صفر بقى، ايا يكن الحاجه اللي انت عاوز تجيبها. بس احنا هنثبت حاجتين، تيار الملف، جهد المكثف خلاص. حد عنده مشكله هنا؟ عشان سين الناس اللي موجوده، حد عنده مشكله في الحته دي؟ يا باشمهندس خلاص يا باشمهندس، انت حاول تذاكر لانك داخل على ايد، داخل على ايد، الناس تحاول تذاكر لانك هتيجي في الفتره دي هتنسى كل حاجه خلاص. ما تركنش السكند اوردر او الجزء بتاع الستيب ريسبونس والسيرز والكلام ده في السكند اوردر، لانه مرتبط، كل واحد مرتبط باللي قبله، فلو بدات بعد العيد هتبتدي بالصفر خلاص. فالناس ما تاجلش الحاجات دي. فلو عندك الالفا اقل بقى يا باشمهندسين، خلاص خدنا الالفا اكبر، هناخد الالفا اقل، تبقى دي حاله اندر دامبد خلاص، دي حاله الاندر دامبد، الالفا اقل من الاوميجا نود، نفس المعادله بالظبط، بس كل الفرق ان انا هضيف سواء للجهد او التيار عند الما لا نهايه. طبعا انا شغال اي ال، يبقى الاي عند الما لا نهايه، عاوز تسميها اف عشان ما تتلخبطش ما بينها وما بين بتاع المصدر، يبقى ماشي مفيش اي مشكله، عاوز تسميها اي اف يبقى افضل مفيش مشكله خلاص. تعالى يا باشمهندس، اول حاجه بتجيب الاوميجا دي، ما فيهاش اي مشكله، اوميجا نود تربيع نصل ليه الالفا تربيع، زي ما انا قايل لك قبل كده، دي اسمها الدامب نيتشر فريكوانسي ودي اسمها الان دامب نيتشر فريكوانسي. لاحظ بقى ان هما فعلا الاثنين يعتبروا نيتشر فريكوانسي، بس الاوميجا نود قلنا هي اللي هنطلق عليها مسمى النيتشر فريكوانسي. تعالى يا باشمهندس، اول حاجه هبتدي اجيب الثوابت اللي هي البي 1 والبي 2 بنفس الطريقه، هعوض عن التايم بيساوي صفر، اما تعوض عن التايم بيساوي صفر هتبقى دي اسمها اي نود، وخلي بالك ايه، هيبقى الاي دي معايا خلاص، الاي معايا اهي، زائد البي واحد دي نفسها بتاعت النشر، هتضيف عليها بس ار. تعالى يا باشمهندس للجزء الثاني اللي هو الدي اي على الدي تي، هو برضه هيبقى الفي نود على ال، ما فيهوش اي اختلاف، ما فيش مشكله فيه، وده برضه نفس المعادله اللي انت حافظها، اللي هي يا باشمهندس هنا ما ظهرش الاي عشان انت بتشتق، فده هيبقى ثابت بصفر، هتشتق هتبقى نفسها بتاع النشر بالظبط خلاص، سالب الالفا بي واحد زائد البي اتنين اوميجا دي. فانت لو بتعامل بذكاء شويه هتلاحظ ان الاختلاف هيبقى هنا اهو، بيبقى في الجزء ده اهو، لو انت لاحظت الاختلاف في ثلاث حتت، ده اول اختلاف، ده تاني اختلاف اللي انا عامل على الدايره دي، تالت اختلاف بيبقى في الجزء ده، ساعات بيطلع نفسه وساعات بيختلف، ده الثلاث اختلافات ونفسها الناتشرال بالظبط، اختلاف رقم واحد واثنين وثلاثة. طبعا بالاضافه الى الحاجه الاولانيه اللي انت بتحسب الحاجه عند الما لا نهايه، طبعا انت في حته زي اللي انت كنا بنحسب الانيشال في نود اي نود بس هناك، لكن هنا هنحتاج سواء انت بتحسب تيار او جهد عند الما لا نهايه، ده اللي بتحتاج. يبقى انت بتحتاج هنا اربع حاجات زياده بتحطهم، بتحسب الحاجات عند الما لا نهايه، التيار ده عند الما لا نهايه انت محتاجه، دي تاني حاجه، دي تالت حاجه، ده رابع حاجه خلاص. طبعا انت بتتعامل بمهاره شويه، بتبقى انت عارف الحاجات دي بتتحط فين، يعني عاوز تستنتج بس، انت كل همك تكتب المعادله دي صح، بعد كده كل حاجه محلوله. تعال مش هنصف حل المعادلتين دول مع بعض، تجيب البي 1 والبي 2. تعال مش هنصف في حاله الكريتيكالي دامبد خلاص، في حاله الكريتيكالي دامبد
هي نفس المعادلة برضو، كل إضافة هنا أنت بتضيف دي بس زيادة اللي هي الأي عند ما لا نهاية، بتروح تجيب الدي واحد والدي اتنين نفس الحوار، تقول له إن الأي نود دي الزيادة برضو هنا أهو بتساوي الأي زائد الدي اتنين دي الزيادة. بعد كده برضو دي نفس الحوار مفيش هنا اختلاف، هي الدي واحد ناقص ألفا دي اتنين نفسها هناك، وبرضو هنا دي نفسها هناك هي الفي نود على ال. خلاص بس ساعات بتختلف على حسب الوضع، لو أنت شغال جود هتختلف الجزء هنا. خلاص حد عنده مشكلة هنا مش هنسيه؟ حد عنده مشكلة؟ مش هنسيه؟ حد عنده مشكلة في الحاجة اللي احنا قلناها؟